هذا هو البحث سأعرضه أمامكم أحبتي في الله. طبعا العلماء يقولون أحبتي في الله أن هناك طرق فائقة السرعة اكتشفت حديثا يمكن استخدامها للمسابر الفضائية في المستقبل لاكتشاف الأماكن البعيدة في الفضاء الشمسي ضمن المجموعة الشمسية، لأن الإنسان حقيقة لا يستطيع أن يخرج خارج المجموعة الشمسية لأن العمر لا يسمح، يحتاج لمئات الآلاف من السنوات حتى يخرج خارج المجرة أو خارج، ولن يعيش طبعا. فهنا أيها الأحبة هذا الاكتشاف طبعا رصد من قبل مرصد بلغراد الفلكي، يقولون إن هذا البحث يؤكد وجود هياكل طاقة مخفية لا ترى. طبعا نحن لدينا آية في القرآن خلق السماوات والأرض، خلق السماوات بغير عمد ترونها، دائما هناك إشارة إلى الأعمدة المخفية في الكون، أعمدة الجاذبية المخفية في الكون. دعوني أتأمل معكم الآية. طبعا الله تعالى يقول بغير عمد ترونها، هذه الآية هذه الحقيقة ذكرت عدة مرات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذن هذه الأعمدة المخفية أحبتي في الله شكلها أيضا متعرج. طبعا يقول يعني هنا البحث أنا أرى بأنهم يقولون، طبعا أنا أحاول أن أترجم لكم أحبتي في الله، يقولون كشفت هذه الدراسة الجديدة عن شكل جديد في هذه الأقواس يسمونها أقواس الفوضى طبعا، ولا يوجد فوضى في الكون. يقولون إنها تشبه بنية زخرفية غير مرئية تتطور على مدى عقود، ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تفسير السلوك الغامض للمذنبات. المذنبات تسير حركة تعرجية غريبة جدا، نعلم ذلك أيها الأحبة، ولكن الذي لفت انتباهي هنا أنهم يستخدمون لفظ بنية زخرفية، بنية زخرفية يعني غريب هذا اللفظ، لأننا لدينا يعني أحبتي في الله أنا فقط أحب أن أقول لكم، طبعا أنا أول مرة أقرأ هذا البحث أحببت أن أقرأه معكم لنكتشف ماذا وجد العلماء. رأينا أنهم يقولون هناك أقواس أو أعمدة، هي أعمدة ولكن شكلها على شكل أقواس كما نرى هنا أمامنا على الشاشة. هذه الأقواس أولا غير مرئية ولها بنية زخرفية، وهي طرق سريعة تستطيع أن تنتقل عبرها بسرعة أو تعرج عبرها بسرعة. القرآن استخدم كلمة يعرجون أو تعرج الملائكة والروح إليه، أو يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب هناك أنا لدي أيضا صورة، دعوني فقط يعني أتأمل معكم، سأعرض البرنامج لأنني دائما أحب أن نرى بأعيننا. يعني نحن قلنا هنا كلمة، طبعا هذه أول إشارة في القرآن، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إذن هناك أعمدة غير مرئية من الجاذبية الآن يكتشفها العلماء، يقولون غير مرئية ويسمونها أقواس غير مرئية، طبعا يطلقون عليها لفظ الفوضى، يريدون أن يقولوا إن كل شيء فوضى في الكون. لا، في القرآن لا يوجد فوضى،
في الإسلام لدينا لا يوجد فوضى، كل شيء منظم. طيب أحبتي في الله، حقيقة يعني عندما نذهب إلى كلمة عرجة، نعود من جديد، نعود إلى كلمة عرجة، نبحث بالجذور، نجد أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الزخرف. سورة نبحث بالجذور نجد أن هناك سورة. إذن لدينا سورة في القرآن العظيم اسمها سورة الزخرف. طيب هذه السورة ماذا يوجد فيها؟ هذه السورة ماذا يوجد فيها؟ دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة. الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نعيد أيها الأحبة: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. انتبهوا معي رجاء، نحن الآن نتدبر القرآن ليس لمجرد المتعة وليس لحب الاطلاع، هذه عبادة لله، وكل من لا يتدبر القرآن قلبه مقفل. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقلبك إذا لم تتدبر القرآن سيكون مقفلا، وهذا بنص القرآن الكريم. كل من لا يتدبر القرآن، والتدبر مرحلة أعلى من الحفظ أيها الأحبة. نحن للأسف حفظ لا نحفظ، فكيف نتدبر؟ لغة عربية لا نفقه، معاني الكلمات لا ندركها لأن عقولنا حشيت بكلام فارغ من الإعلام والميديا ووسائل التواصل. والله سنتحسر على كل ثانية مرت بنا لم نتدبر فيها كلام الله عز وجل. الحسرة ستأتي لحظة الموت، عندما يأتي الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك أيها الأحبة، نصيحة محب: أنفق حياتك ووقتك في تدبر القرآن، والله تكفل بالرزق وتكفل بالحياة الطيبة لمن آمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دققوا هذه الآية أيها الأحبة، ربطت بين المعارج وبين الزخرف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معارج في الكون عبر المجموعة الشمسية يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني البنية الزخرفية لهذه المعارج أو هذه الطرق وصفها لنا القرآن هنا وسماها: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن أيها الأحبة، نرى بأن القرآن دقيق جدا في التعامل مع الكلمات. دعوني أعود للدراسة العلمية ونكمل، نريد أن نتأمل ونفهم أيها الأحبة ونتدبر كلام الله عز وجل.
الدراسة تقول أحبتي في الله إن هذه الأعمدة أو الأقواس تشكل بنية زخرفية غير مرئية وتفسر لنا السلوك الغامض للمذنبات، لأن المذنبات عندما تتحرك تمر عبر هذه الطرق السريعة المتعرجة، فتسلك سلوكا متعرجا يسميه العلماء سلوك غامض. طبعا بالنسبة لنا كمؤمنين نعلم أن الحركة في الكون حركة تعرجية لأن الله وصفها لنا كذلك، ولكن العلماء الآن بدأوا يكتشفون سر هذه الحركة التعرجية للنيازك. هنا أيها الأحبة يقولون إن أمواج الجاذبية معقدة جدا بين الأجرام السماوية، وطبعا يعني يقولون إنها تختلف عن الجاذبية الموجودة على الأرض، لأنك عندما تتعامل مع المسافات الكبيرة ستتغير القوانين حقيقة ويتغير مسار الأجسام التي تسلكها عبر هذا الكون العظيم. طبعا كلما ابتعدت عن الأرض كلما أصبحت ممرات الجاذبية أكثر تعقيدا، حيث إن دفعة صغيرة جدا يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في مسار هذا الجرم أو هذا الجسم. هذه الحساسية يشير إليها العلماء الرياضيات بالفوضى مع اقتراب جاذبية الأرض وجاذبية القمر من موازنة بعضهما، تزداد الفوضى وتزداد هذا يزداد هذا التعقيد. طبعا كما أقول لكم أيها الأحبة، العلماء حريصون على أن يقولوا كل شيء بالمصادفة وكل شيء فوضى، ونحن لا نؤيد هذا الكلام لأنه متناقض. يعني كيف يمكن للفوضى أن تصنع هذا النظام البديع؟ لو كان هناك فوضى في الجاذبية لانهار الكون على بعضه. أنتم تقولون الكون عمره 13.7 مليار سنة، طيب كيف حافظ على بنيته ونظامه خلال 13.7 مليار سنة لو كان هناك فوضى؟ إذن لا يوجد فوضى في الكون أيها الأحبة. إذن أحبتي في الله، يعني أنا فقط يعني أرى هذا هنا طبعا يتحدثون عن موضوع أعمدة الجاذبية، وهي شكلها طبعا متعرج، والأشكال التي تسلكها تتغير أيضا عبر العقود. يعني هنا أنا دعوني أترجم لكم فقط هذا الجزء، ونحن نرى يعني ونحن نرى هذا الشكل. دعوني استخدم برنامج جوجل للترجمة لأترجم بعض بسرعة يعني بعض المعلومات. طبعا هنا أيها الأحبة تظهر يعني هذه اللوحة أو هذا الرسم المتحرك، يعني هي صورة يعني مرسومة، رسم متحرك تظهر كيف تتحرك نقاط لاجرانج لكوكب أزرق مع الكوكب بينما يدور الكوكب حول الشمس. يعني أثناء دوران الكوكب حول الشمس، الشمس تنجرف وتسير وتصعد وتهبط بحركة أشبه بالسباحة، سباحة الشخص هكذا حول مركز المجرة، وتدور دورة كاملة كل 225 مليون سنة. هذه الحركة يعني الكوكب يدور حول الشمس وينتقل ينجرف صعودا وهبوطا، ثم يعني يدور حركة معقدة تعطيك هذه الأشكال لحركة هذا الكوكب، تعطي هذه الأشكال. ونرى بأن الكوكب عبر الوقت يتحرك حركة تعرجية. يعني حقيقة الكواكب
بسبب تيارات الجاذبية هذه لا تتحرك حركة دائرية، المسارات ليست دائرية وليست مستقيمة وليست منحنية بل هي متعرجة. لذلك القرآن عندما قال يعلم ما ينزل من الأرض وما ما ينزل من السماء وما يعرج في السماء وما يعرج في السماء، هذا التعبير دقيق جدا 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 أيها الأحبة، ومتفق مع الحقائق العلمية اليقينية التي نراها أمامنا حقيقة. يعني طبعا هذا البحث الحقيقة أنا أقول لكم استغرق سنوات طويلة لاكتشافه، وتقريبا هنا يعني سأحاول ترجمة آخر عبارة فقط. هذا طبعا أنا أقرأ هنا من على موقع Life Science، أنا أقرأ الآن من على موقع Life Science. طبعا هنا أيها الأحبة يقول الباحثون في هذه الدراسة إن العلماء طالما فكروا بأن هذه التعرجات أو المتشعبات تشكل طرقا سريعة بين الكواكب، وبالتالي فإن يعني ما تم الكشف عنه هو أمر عميق جدا، بحيث أن يؤدي بنا إلى فهم جديد للملاحة المتقدمة لبعثات الفضاء في المستقبل. يعني طيب أنتم الآن في عام 2020 أواخر 2020 بدأتم تفكروا أن الحركة يجب أن تكون متعرجة في الكون؟ يعني أنا أفهم من هذا الكلام أحبتي في الله الذي هو موجود على موقع لايف ساينس، يعني يستطيع أي إنسان أن يقرأ وأنا أترجم معكم. يعني طيب الآن أدركتم أن الملاحة الكونية أو الملاحة في الفضاء يجب أن تكون متعرجة هكذا ليست مستقيمة؟ طب القرآن قبل 1400 سنة أخبر عن ذلك، قال دعوني أعرض الآية القرآنية، الآية القرآنية رائعة جدا أيها الأحبة، والله يعني يعني أنا شخصيا أستمتع عندما أكتشف شيء جديد في القرآن وأكتشف يعني دقة كلام الله عز وجل، وكيف أن القرآن يأتي متفقا بدقة عجيبة جدا مع الحقيقة العلمية اليقينية. نحن هنا لا نتحدث عن نظريات أيها الأحبة، أنا لا أتحدث عن نظرية كونية، أتحدث عن حقيقة علمية رصدها العلماء بالقياسات. الله تعالى يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه ماذا يسيرون؟ لا يتقدمون، لا يدورون، لا ماذا يعرجون، يعرجون. هنا الباحث في نهاية البحث يقول يعني نحن لا نعلم لماذا الطرق السريعة في الكون شكلها متعرج على شكل أقواس مرتبطة ببعضها بمنطق خفي رائع، لماذا الأجسام تسير بهذا الشكل؟ يقول ليس لدينا أدنى فكرة حتى الآن. هو يختم البحث بهذه العبارة، دعوني أعود للباحث لنرى هذه العبارة حقيقة عبارة جميلة. هو باحث منصف يعترف أنهم حتى الآن لا يفهمون أي شيء، حتى الآن لم يفهموا أي شيء حقيقة. هنا أيها الأحبة سنرى آخر شيء في هذا البحث. هنا طبعا يقول we have not the slightest idea yet.
ليس لدينا أدنى فكرة حتى الآن عن ال ال عن هذا الشكل. هنا أرك شيب، أرك شيب، إنه شكل الأقواس، هذه أقواس متعرجة طبعا. أما يقول أنا، يقول يعني نحتاج إلى مزيد لنفهم هذه الأقواس. ثم يختم بحثه يقول: نحن حتى الآن لا نعلم أي شيء. We have not، كما نرى أمامنا أيها الأحبة. أنا الحقيقة لا أريد أن أثقل عليكم، ولكن الحقيقة أن العلماء حتى الآن، كل التطور العلمي يقول لا نعرف أي شيء. الحركة التعرجية في الكون، نحن نعلم أن الأجسام تتحرك بشكل متعرج، أقواس متعرجة تشكل بنية زخرفية رائعة، ولكن لماذا يحدث هذا نحن لا نعلم. طيب يا أخي، القرآن أنبأكم عنها. القرآن قال: ولو أنا فتحنا عليهم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ورواد الفضاء كما تحدثنا آنفا، علماء وكالة ناسا ورواد الفضاء من وكالة ناسا، عندما صعدوا أول مرة قالوا: أحسسنا أن بصرنا قد أغلق، لأن هناك تغيرات تحدث في العصب البصري بسبب انعدام الجاذبية. عندما تخرج خارج الأرض جسمك تعود على الجاذبية الموجودة على الأرض، يختل نظام العمل في العمل في العصب البصري في الجسم، فتتلخبط الأمور في دماغك، ويمكن أن تصاب بالعمل مؤقت في بعض الظروف. يعني لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يتعرض لأحاسيس تشبه إنسان مسحور. لذلك رواد الفضاء، هناك علم قائم بذاته أيها الأحبة، اقرأوا عنه، اسمه علم أمراض الفضاء، علم مجلدات أمراض الفضاء، أمراض فقدان الجاذبية. لذلك تجد أن رائد الفضاء عندما ينزل إلى الأرض تشعر أنه مكرسح، يحتاج إلى نقالة، يؤخذ إلى المشفى، علاج وعلاج فيزيائي وعلاج طبيعي وأغذية محددة وأدوية وكذا حتى يعود ليتأقلم. إذن أيها الأحبة، عبر عنه القرآن، قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه ماذا؟ يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.